السلام عليكم مشاهدينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. نشرة الظهيرة من الأولى مباشرة وتتابعون في أبرز عناوينها. المبادرة البلدان المشاركة في الاجتماع الوزاري للتنسيق بشأن المبادرة الدولية لجلالة الملكة رامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي بمراكش، تشيد بالمبادرة الدولية لجلالة الملك وتعرب عن امتنانها وانخراطها فيها مع التأكيد على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها. معرض الصناعة التقليدية بشفشاون، محطة لدعم وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية، محطة تفتح أمام العارضين فرصا أكبر لتسويق منتجاتهم في فترة تعرف إقبالا كبيرا من الزوار على المدينة بمناسبة اقتراب حلول السنة الميلادية الجديدة. والمهرجان الوطني للوتار بيستاد تظاهرة فنية تراثية تحتفي بآلة لوتار وأهميتها في المنجز الموسيقي المغربي. وضمن النشرة نتوقف عند ليلة السيمفونيات كتأصيل لممارسة فنية تنهل من تراث المغربي المتعددة ألوانها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ويحضر معنا في هذه النشرة ضيفا الأستاذ أمين صوصي علوي، الباحث في القضايا الجيوسياسية، للحديث عن الاجتماع الوزاري للتنسيق بشأن المبادرة الملكية الدولية. أهلا بك أستاذ الكريم. مرحبا. مرحبا بك. البيان الذي توج أشغال الاجتماع الوزاري للتنسيق بشأن المبادرة الدولية لجلالة الملكة رامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي يعرب عن امتنان البلدان المشاركة لجلالة الملك على هذه المبادرة وانخراطهم فيها، مشددين على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها. بحسين حنجاوي. الوزراء المشاركون في الاجتماع التنسيقي أعربوا عن امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على هذه المبادرة وعلى العرض الذي تقدمت به المملكة المغربية بوضع البنيات التحتية الطرقية والمينائية والسكك الحديدية رهن إشارة دول الساحل لتعزيز مشاركتها في التجارة الدولية. كما أعربوا عن انخراط بلدانهم في هذه المبادرة ذات البعد الإقليمي والدولي. واتفق الوزراء على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل هذه المبادرة. كما شدد الوزراء على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها هذه المبادرة التي تندرج في إطار تدابير التضامن الفاعل لصاحب الجلالة السادس نصره الله مع البلدان الإفريقية الشقيقة عموما ومنطقة الساحل على وجه الخصوص، والتي توفر فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن رخاء مشترك في منطقة الساحل. ورحب الوزراء بالمقاربة الشاملة والتشاركية التي تم نهجها من أجل تجسيد هذه المبادرة، وأكدوا على طموحهم المشترك لتعزيز علاقات التعاون من خلال شراكات متعددة القطاعات وهيكلية ومبتكرة تعكس قيم التعاون جنوب جنوب والتنمية المشتركة. الوزراء المشاركون اتفقوا أيضا على القيام في أقرب الآجال بإعداد المقترحات التي ستعرض على أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأشقائه رؤساء بوركينا فاسو وجمهورية مالي وجمهورية النيجر وجمهورية تشاد. وحرص الوزراء على تقديم شكرهم للمملكة المغربية على حسن الضيافة والاستقبال وعلى التنظيم الناجح لهذا الاجتماع الوزاري. وكما أسلفنا، يحضر معنا في بلاتو الأخبار للحديث عن هذا الموضوع السيد أمين صوصي علوي، الباحث في القضايا الجيوسياسية. أهلا بك من جديد أستاذي الكريم. إذن كما تابعنا يعني اختتام أو البيان الختامي للاجتماع الوزاري للتنسيق بشأن المبادرة الملكية تمن عاليا، أشاد أيضا بمبادرة دولية لجلالة الملك، وأعرب عن امتنانه لهذه المبادرة يعني مع الدول الإفريقية خاصة دول الساحل. اليوم ما أهمية انخراط الدول كما أعربت عن ذلك، انخراطها التام في هذه المبادرة كخطوة أولى لتفعيل يعني ما جاءت به هذه المبادرة؟
أولا تبدأ أهمية هذه المبادرة فإنها منطلقة من المغرب، وهي الدولة التي يعني قدمت الكثير من المشاريع التي نجحت في تحويل إفريقيا إلى دول قادرة على إنتاج وتطوير بنيتها التحتية، وإلى التحول إلى دول واعدة بعيدا عن الصور النمطية التي التصقت بدول إفريقيا. المغرب بصفته دولة جارة لدول الساحل، وبصفته دولة استطاعت أن تقدم نموذجا من التطور ومن التقدم في قطاعات مختلفة، استطاعت كذلك أن تثبت جديتها وحسن نيتها في التعامل مع دول إفريقيا التي عانت كثيرا من محاولات الاستغلال ومحاولات اقتناص الفرص يعني وتضيع الفرص على إفريقيا. أثبت قدرته على تقديم مشاريع واقعية وناجحة، وبالتالي ما نراه اليوم هو نتاج سنوات من العمل الدؤوب ومن الجدية في التعاون مع دول الجنوب. ومصداقية المغرب، منسوب هذه المصداقية الذي ارتفع وأصبح الآن على مستوى عال من التقارب وتشكيل يعني تحالفات قوية تجعل من كل مبادرة مغربية يعني صدى داخل هذه الدول، وتفتح شهية هذه الدول للإقبال على هذه المبادرة وتقديم نماذج أو مشاريع يمكن تعاون حولها. ولا شك على أن هذه المبادرة الآن أصبحت خطة طريق يتفق عليها الجميع، ويفتح الجميع بابه لتقديم مشاريعه الخاصة كما ذكرت أستاذ الكريم. نعم، إذن هي خطة طريق أو خارطة طريق تنطلق أيضا من الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب، والمغرب كما ذكر جلالة الملك يعني يعرض كل مؤهلاته كل إمكانياته على الدول الإفريقية، دائما يمد يده للدول الإفريقية. إلى أي حد يمكن أن تساهم اليوم هذه المبادرة الملكية في تعزيز التعاون والاندماج الإقليميين والتحول الهيكلي لاقتصادات هذه البلدان؟ أولا كسب الوقت، المغرب لديه خبرة كبيرة في الكثير من القطاعات، منها القطاعات البنيوية الاقتصادية، وكذلك فيما يخص كل ما يخص البناء البنى التحتية والاتصالات والطرق والميناءات والسكك الحديدية، قطاعات الصحة، قطاعات البنكية، القطاع الفلاحي، البيئي، كذلك الأمني والعسكري، يعني كثير من القطاعات يصعب حصرها، وكذلك حتى على المستوى الثقافي المستوى الديني. وبالتالي المغرب لديه ما يقدم لهذه الدول، وليس مجرد اجتماعات فارغة ذات هدف دبلوماسي، إنما هي مشاريع حقيقية واقعية. المغرب يقدم كل خبراته إمكانياته التي يتوفر عليها لتسهيل ولوج هذه الدول إلى مستوى معين من تفعيل المشاريع. وبالتالي فلا شك على أن هذه الدول هي مقتنعة أن هذه المشاريع ستبدأ في الإنجاز، يعني في حينما تم التوقيع على الاتفاقيات النهائية، وستفعل وستكون النتائج سريعة. وبطبيعة المغرب يقدم هنا أرضا ثرية وخصبة لتحقيق الازدهار والتقدم لهذه البلدان. سأواصل معك أستاذي الكريم. إذن وكانت مدينة مراكش قد احتضنت أشغال اجتماع وزاري لتنسيق بشأن المبادرة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي بمشاركة مالي والنيجر بوركينا فاسو وتشاد. هذه المبادرة الملكية توفر إمكانات غير مسبوقة من شأنها تقديم حلول مناسبة لتعزيز الاندماج والتعاون الإقليميين والتحول الهيكلي لاقتصادات هذه الدول وتحسين الظروف المعيشية لساكنة دول الساحل والصحراء في إطار مقاربة مبتكرة ومندمجة لتعزيز استقرار وأمن المنطقة. في المتابعة نادية المدن، لطيفة بن حليمة، محمد توانينا، المعتصم بلال بوعزاوي ومحمد حسن مسكور.
قبيل افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري التشاوري صورة جماعية تخلد لهذا الحدث التاريخي بمراكش للتنسيق بشأن المبادرة الدولية لصاحب الجلالة نصره الله. وفي هذا الصدد أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن المبادرة الملكية تندرج في إطار علاقات تاريخية متجدرة تتميز بالتضامن وحسن الجوار مع دول الساحل الشقيقة. Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est à raison et par vision que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a placé le Sahel au cours. جلالة الملك محمد السادس وضع منطقة الساحل في قلب السياسة الإفريقية للمغرب مع قناعة أساسية بأنه لا وجود لتضامن طويل الأمد بدون استثمار في العلاقات السياسية الوثيقة مع شراكات اقتصادية من منظور رابح رابح ومع انعكاس اجتماعي حقيقي لصالح السكان المحليين. وفي هذا الإطار فإن المبادرة الملكية تعد بأن يبذل المغرب كل طاقاته وجهوده ويتقاسم كل خبراته من أجل دعم شركاء الساحل قصد تحرير القدرات الهائلة التي تزخر بها وبالتالي تسريع النمو والتنمية المستدامة والشاملة لاقتصادات المنطقة. المبادرة الملكية السامية كان قد أعلن عنها جلالة الملك في الخطاب الذي وجهه بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء وهي اليوم محطة تثمين وتنويه من الدول الإفريقية الأربعة المشاركة في هذا الاجتماع. مبادرة جلالة الملك تتوافق تماما مع طموحات بلدان منطقة الساحل من أجل تثمين مؤهلاتها القيمة وذلك عبر سياسة اندماج فاعلة وداعمة للنمو. وفي هذا الصدد نشيد بمبادرة جلالة الملك محمد السادس وسنعمل على تبنيها والعمل على إنجاح هذا الورش الضخم. بالنسبة لبلد كمالي شاسع بمساحة تتجاوز 1,200,000 كيلومتر مربع وتحده 7 بلدان مجاورة هذه المبادرة تمثل فرصة ثمينة على عدة مستويات وتسهيل الولوج إلى المحيط الأطلسي يمر طبعا عبر إعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين شبكات النقل والتواصل في بلدان الساحل مما سيمكن من تعزيز المبادلات التجارية سواء بين البلدان الإفريقية أو بينها وباقي دول العالم. مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي نابعة من إرادة المغرب في تعزيز التنمية المشتركة للقارة الإفريقية بشكل عام ومنطقة الساحل بشكل خاص. أود الإشادة عاليا بريادة جلالة الملك محمد السادس على المستوى الإفريقي ما جعل المغرب شريكا استراتيجيا وفاعلا بالقارة الإفريقية كما أود التنويه بالاهتمام الكبير الذي توليه المملكة المغربية لمنطقة الساحل التي تواجه عددا من التحديات السياسية والأمنية. مبادرة ملكية سامية ترتكز على معرفة جيدة للمملكة بالرهانات والتحديات التي تواجه الدول الإفريقية عموما ودول الساحل على وجه الخصوص وفي هذا الإطار تندرج الرؤية الملكية المتبصرة نحو إقرار الاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك من أجل إفريقيا قوية آمنة ومزدهرة. وأواصل حديثي مع السيد أمين سوسي علوي الباحث في القضايا الجيوسياسية. سيد علوي إذن كما تابعنا الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري تؤكد على الآفاق الكبيرة التي تفتحها المبادرة الملكية الدولية وهنا نود الحديث عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية التي يراهن عليها المغرب يعني تقديم قيمة مضافة اقتصادية للمنطقة منطقة الساحل والصحراء. كيف ترون يعني آفاق هذا المشروع؟ أولا هذا المشروع يثبت نجاعة الوصفة التي قدمها صاحب الجلالة نصره الله والذي أثبت أن لديه رؤية مستقبلية
ذكية وواضحة عن هذه المنطقة. ونجاح هذا المشروع ونجاح واتفاق دول حول المشروع بهذه الضخامة وبهذه بهذا العمق هو دليل على أن هناك مشاريع يمكن أن تنجح جنوب جنوب في دمج الدول التي تعاني من كثير من الإشكاليات المعقدة على المستوى الاقتصادي والمستوى الإنساني وعلى المستوى الأمني كذلك. المغرب يقدم خبراته وإمكانياته لحل هذه المشاكل عبر التنمية والبعد الإنساني وحاضر جدا في هذه القضية. أولا المغرب ينظر إلى هذه المنطقة على أنها منطقة صالحة لإنجاح المشاريع وليست منطقة مأزومة دائما، بالعكس هو يرى فيها فرص لانتعاش الاقتصاد الإفريقي ويرى نجاح كذلك للمغرب. نعم. رابح المغرب لا يقدم هذه المشاريع كمساعدات وإنما هي مشاريع للتعاون بين المغرب وبين دول إفريقيا، وبالتالي هذه فرصة كبيرة لإدماج هذه الدول بمساعدتها في أولا الحصول على الطاقة وكذلك توزيع الطاقة بالنسبة للدول التي تفتقر إلى وسائل لإيصال إمكانياتها الطبيعية إلى خارج البلاد، وبالتالي هذه فرصة أولا للتوزيع العادل للإمكانيات والثروات في إفريقيا وكذلك للتقارب الجيوسياسي. هناك عدة إشكاليات سببها عدم وجود تعاون اقتصادي يعني تكاثف بين هذه الدول وغياب الرؤية. الآن المغرب قدم رؤية واضحة لكيفية التعاون حول مشاريع بنيوية يمكن للجميع أن يستفيد منها على المستوى الأفراد وكذلك على مستوى الدول والجماعات، بالتالي هذه فرصة للخروج من الأزمات المتتالية الأمنية وكذلك الأزمات الاقتصادية التي أثرت على شكل إفريقيا، على جغرافيا إفريقيا وكذلك على سمعة إفريقيا. المغرب الآن هو خط الخطوة الكبرى نحو تقديم إفريقيا أخرى للعالم. نعم، وتحقيق تعاون جنوب جنوب واقعي على أرض الواقع يستفيد منه الطرفين. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أمين صوصي علوي الباحث في القضايا الجيوسياسية، شكرا جزيلا على كل هذه الإضاءات. مرحبا بك. في الخبر الدولي، التصعيد الإسرائيلي متواصل على قطاع غزة في يومه 79 مسقطا العشرات من الفلسطينيين في قصف وغارات تستهدف مناطق متفرقة بالقطاع خاصة منازل المدنيين، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 200 خلال 24 ساعة فقط الأخيرة. خراب ودمار ووضع إنساني كارثي يعيشه قطاع غزة في وقت يواجه فيه نصف مليون شخص، أي ربع سكان القطاع، خطر الجوع حسب الهيئات الأممية، وذلك في ظل عدم توصل السكان بالمساعدات الإنسانية رغم قرار مجلس الأمن بشأن وصول المساعدات دون تأخير لسكان القطاع. في الأزمة الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات المحلية بخيرسون مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح في ضربات روسية استهدفت ليلة السبت الأحد وسط مدينة خيرسون جنوبية أوكرانيا. وأكد حاكم المنطقة ألكسندر بروكودين أن قصف الجيش الروسي وسط المدينة أصاب مبنى سكنيا، وتقع خيرسون على الجانب الآخر من خط الجبهة الطبيعي الذي يشكله نهر دنيبرو. نواصل الآن الخبر الوطني. معرض الصناعة التقليدية بشفشاون محطة لدعم وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المعرض تمتد فعاليته إلى غاية 4 يناير المقبل، ويتوخى استفادة العارضين من الرواج الذي تعرفه الجوهر الزرقاء شفشاون بمناسبة السنة الميلادية الجديدة. فنان شاكر العلوي وعبد العلي كنوني. المنتوج التقليدي جودة وإبداع شعار معرض الصناعة التقليدية المنظم بشفشاون بمبادرة من غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة وبتنسيق مع المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، دعما لمبدعي الحرف التقليدية والتعاونيات للتعريف بمنتوجاتهم المتنوعة وتسويقها. المشاركة ديال 48 صانع وصانعة، كذلك اللي تميز هذا المعبد هو التمثيلية داخل هذا المعبد ديال التعاونيات وخصوصا المرأة القروية. فتعرفوا أن مدينة شفشاون هي قلعة ديال الصناعة التقليدية
منتجات متنوعة تبدعها أنامل الصانعات والصناع عبر مختلف الحرف من شفشاون والعديد من الأقاليم خارج جهة طنجة تطوان الحسيمة تؤثث فضاء وأروقة معرض الصناعة التقليدية بشفشاون لأجل تسويق هذه الأخيرة وتبادل الخبرات ما بين العارضين بما يساهم في الرقي بالمنتوج والتعرف على أذواق الزبائن التي قد تمنح الصناع أفكارا لتطوير منتجاتهم. يتحن فيها الفرصة باش نعرفوا بالمنتوج ديالنا ونسوقوه ونتعرفوا على ناس خرين ونتبادلوا تجارب حنا والصناع التقليديين كاملين. عندنا الخشب المنقوش طبعا عندنا إبداعات في المجالين معا لا في المصبوغ ولا في المنقوش لأن احنا كجمعية عندنا تقريبا 5 صناع اللي هما مبدعين في هذا المجال باش نعبروا على التطور ديالنا هذا المنتوج باش يخرج للوجود يولي كيستعملوا اي واحد يمكن له يستعمل المنتوج سواء داخل الوطن او خارج الوطن ما يبقاش منحصر غير على دول اوروبيه او شي حاجه بحال هكا. على مدى أسبوعين معرض الصناعة التقليدية بشفشاون سيتيح لساكنة المدينة وزوارها اكتشاف منتوجات متنوعة للعديد من الحرف التقليدية والمنتوجات المجالية وهي مناسبة يجد فيها الحرفيون فرصة للاستفادة من خبرات بعضهم البعض وتسويق ما يبدعونه من فن اليد المتعدد والمتفرد ببلادنا. ومن معرض الصناعة التقليدية بشفشاون ينضم إلينا السيد محمد الأزرق المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشفشاون. أهلا بك سيد الأزرق. إذن معرض الصناعة التقليدية يأتي في هذه الفترة من السنة ليفتح ربما باب التسويق يعني أمام العارضين، ما الفرص التي يقدمها للصانع التقليدي لتسويق منتجاته بشكل أفضل والرفع أيضا من جودتها؟ شكرا على الاستضافة. بالفعل كتعرف مدينة شفشاون يعني استقبال تنظيم المعرض الإقليمي للصناعة التقليدية وكذلك المنتوجات المجالية خلال نهاية هذه السنة تحت شعار المنتوج التقليدي جودة وإبداع. كما ذكرتوا هذا المعرض هذا اللي غادي يمتد خلال الفترة خلال نهاية هذه السنة هذه وكيمتد على واحد المساحة ديال 800 متر مربع وكيتضمن على 48 عارض من تعاونيات ومهنيين فرادى من الإقليم ديال شفشاون وكذلك من مختلف الأقاليم ديال المملكة المغربية. بالفعل هذا المعرض هذا هو يعني فرصة سنوية من أجل التقاء العارضين من أجل تبادل الخبرات والتجارب وكذلك فرصة من أجل التعريف بالمنتوج المحلي سواء منتوجات ديال الصناعة التقليدية وكذلك المنتوجات المجالية وأيضا يعني فرصة من أجل دعم والمساهمة في تسويق وترويج المنتوجات المحلية خصوصا مع الدينامية السياحية اللي كتعرفها مدينة شفشاون خلال هذه الفترة هذا. نعم سيد الأزرق، هل هناك برامج محددة خصوصا مع الدينامية السياحية توكبون من خلالها المهنيين في الصناعة التقليدية لتطوير الحرف التقليدية والمحافظة عليها؟ بالفعل يعني كتعمل الوزارة إلى جانب الغرف الوزارة الوصية إلى جانب الغرف لعدة برامج اللي كتهدف إلى تطوير هذا القطاع هذا. ميمكنناش نذكروا البرامج بدون ذكر البرنامج الأساسي اللي كيهتم بالعنصر البشري وهو انخراط الوزارة في الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية واللي كان عنده واحد الوقع إيجابي كبير على تحسين الظروف الاجتماعية للمهنيين في هذا القطاع، إضافة على عدة برامج أخرى اللي كتهدف إلى المساهمة في ترويج المنتوج عبر المساهمة وتنظيم عدة معارض سواء إقليمية أو جهوية وطنية وكذلك دولية كاللي كنتواجدوا فيه اليوم معرض الإقليمي. وبالمناسبة وقعت السيدة الوزيرة الأسبوع المنصرم مع الخطوط الملكية المغربية وكذلك مع شركة يو بي اس ماروك على اتفاقيتين اللي كيهدفوا إلى المساهمة في ترويج المنتوج ديال الصناعة التقليدية. الاتفاقية الأولى هي مواكبة الصادرات عبر تعزيز قدرات المصدرين من أجل الولوج إلى الأسواق الدولية وإعطاء إشعاع المنتوج ديال الصناعة التقليدية على الصعيد العالمي. وكذلك هنا اتفاقية ثانية لدعم المجمعين من أجل تعزيز قدرات التجميع لتسهيل الإنتاج والتسويق وكذلك عبر منصات التجارة الإلكترونية، إضافة إلى عدة برامج أخرى. نعم. اللي كتستهدف المنتوج في حد ذاته من إنشاء وبناء بنية تحتية اللي كتهدف إلى تحسين ظروف اشتغال للمهنيين. نعم. وكذلك برامج اللي كتتعلق بتكوين المهني بشقيه. السيد محمد الأزرق المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشفشاون، شكرا جزيلا لك على مساهمتك معنا في نشرة الظهيرة.
والمهرجان الوطني للوتار تظاهرة فنية تحتفي بآلة لوتار وأهميتها في المنجز الموسيقي المغربي، تراث شعبي متجدر بمناطق عديدة بالمغرب. ليلة السمفونيات بهذا المهرجان في دورته السادسة هي تأصيل لممارسة فنية تنهل من تراث المغرب المتعددة من منطقة الشوية إلى عبدة بأسفي، تراث تتعدد روافده الموسيقية بالاعتماد على أصل متجدر في تربة هذه المنطقة آلة لوتار. ليلة السمفونيات مع عبد الرحيم بن شيخي وحسن منطور. آلة لوتار قاعدة موسيقية لعدد من صنوف الغناء الشعبي، وليلة السمفونيات اختزال لخصائص كل نمط اشتهرت به منطقة أو جهات. سمفونية الحصبة أسفي برئاسة الفنان عبد الرحيم رياب وجه فريد ومتعدد لمنطقة أسفي، والمهرجان فرصة لإبراز هذا التعدد. المهرجان أنا اشتركت في الأول افتتاح اللي كان في بن حمد التكريم ديال السي قدور رحمه الله من المنبر، وتحية لجميع الشيوخ. هذا المهرجان هو منبع من المغرب العميق اللي كيحمل في طياته واحد الآلة اللي هي آلة مغربية بمنسب للوتار. الوتار باقي الحمد لله دابا وين نحطوه في شي مرتبة جميلة. حكم هذا المهرجان اللي هو باسم على مسمى مهرجان الوتار، احنا كنشاركوا فيه من كل سنه ولا كل المره اللي كان، لانه كان تعطل شي ايام، لكن دائما احنا كنكونوا حاضرين فيه، نتلاقاو مع الحباب ومع الاصدقاء هنا. وكانت سمفونية مزاب ولاد حريز دليل على تنوع اخر لآلة الوتار وانفراد اداء شيوخها، إلى جانب سمفونية البهلة التي تأخذ من زجل المنطقة متنا للأداء. المهرجان كيف فيه فنانة كبار، دراري ديال الأسفي تبارك الله كنت أغاني عن التعريف، وكان دراري الفنانة ديالنا كنستعبدون بعضياتنا، وحتى الجمهور تواهي كنرتاحوا معاه بكل صراحة. كنا تنسمعوا بعضياتنا واني ما كنتلاقاوش بعضياتنا، والفضل الحمد لله ولينا تلاقاو مع بعضياتنا بعد المهرجان اللي ولا هذا المهرجان الوطني ديال الصدى ديال الوتار. وكيف ما قلتي لي يعني بالنسبة للآلة ديال الوتار، أنا الآلة ديال الوتار 54 عام في العام في المهنة. وسجل المهرجان بزوغ جيل جديد من الشيوخ الشباب كأمل مستقبل لهذا الفن المتواجد بالمنطقة. وحنا اليوم بصدد مشاركة مع السي عبد الكبير اللوز والسي المير المعزوزي في سيمفونية الوتار لمنطقة البهالة، هذا شرف لي بطبيعة الحال، وهذا كيزيد يحفزنا أكثر على المداومة والعزيمة والاستمرار باش نناضلوا من أجل الحفاظ على هذا الموروث. هذا المهرجان الوطني للوتار في دورته 11 يؤسس لمستقبل جيل جديد من الفنانين والشيوخ من مختلف جهات المغرب، أملا في خلق فرقة وطنية في هذا الفن المغربي الأصيل. ولتسليط مزيد من الضوء حول هذه التظاهرة التراثية ينضم إلينا من ستات الأستاذ عبد الله قيس عن اللجنة المنظمة لمهرجان لوتار بستات. أهلا بك سيدي. إذا ولنا نتحدث بداية عن جديد هذه الدورة وما تحمله في برنامجها. شكرا على الاستضافة وأهلا بكم وبمشاهدينكم الكرام. هذه جمعية المغرب العميق لحماية التراث، جمعية المغرب لحماية التراث تنظم مهرجان الوطني للوتار بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل. الجديد في هذه الدورة اللي هي الرقم 11 هو أن خلق سيمفونيات لأول مرة، سيمفونيات على حساب المناطق الجغرافية. ثانيا هو تكريم شيوخ اللي كانت سنة دأبت عليها الجمعية، وهذه السنة كانت تكريم الشيخ اللوز عبد الكبير هو من شيوخ المنطقة المحلية. النقطة الثالثة هو أن الجمعية دأبت إلى أن يكون مهرجان وطني، وهذه المرة عند بعد إفريقي، بحيث أن كانت هناك مجموعة تتكون من عازف من مالي وعازفين من مدينة الصويرة. نعم أستاذ قيس، كما تبعنا هناك مشاركة لشباب في هذا المهرجان، كيف تشتغلون أنتم في اتجاه حمل هذا المشعل من قبل مواهب شابة للحفاظ على هذا التراث وحمايته؟
من بين أهداف التي رسمتها الجمعية المغربية الجمعية لحماية التراث أن هذا المهرجان الوطار أن أخذ على عاتقه هو أن يكون هناك موروث. هذا الموروث خاصولات من استمرارية من ناحية الزمنية، بحيث أن هناك شيوخ كان منهم من قضى نحبه كالسيد درويشة الله رحمه الله ولد قدور، وهنالك شباب لا بد لهم من تأطير ولا بد لهم من جمعية داعمة لهم. ونتمنى من الوزارة الوصية على هذا المجال أن تدعم هذه الجمعية على أساس باش تكون هناك استمرارية في هذا الموروث اللامادي، أو كما يطلق عليه حاليا بسوفت باور، أي القوة الناعمة اللي من خلالها نوصل للعالم كامل بأن هناك تراث مغربي. هناك نعم، إذن هو تراث مغربي متجدر وأصيل بعدد من المناطق المغربية. أشكرك الأستاذ عبد الله قيس عن اللجنة المنظمة لمهرجان الوتار، شكرا جزيلا لك. عرفانا لمجهوداته وما قدمه في مجال الحفاظ على الهوية الثقافية المغربية ببلاد المهجر وتحديدا بهولندا التي كان يقوم بها، التأمت فعالية ثقافية وفنية بالدار البيضاء لتكريم روح الفنان التشكيلي الراحل عبد الله زكي والاحتفاء بأعماله التي عكست روحه الوطنية وشغفه بالفن التشكيلي. في المتابعة حسن زكي وعشر بن مسعود. المعرض يحكي قصة فنان تشكيلي ابتدأ رحلته في خمسينيات القرن الماضي من مدرسة الفنون الجميلة بمدينة الدار البيضاء، قبل أن ينتقل إلى هولندا في الستينيات، حيث تفجرت الإبداعات الفنية التصويرية الرائعة للفنان عبد الله زكي، غير غافلة للروح الوطنية وحبه وإخلاصه لبلده الأم. مشى لهولندا وعاش في واحد المجتمع، ولكن نفس الوقت بقى وطني وكبرنا احنا وطنيا، والدم بقى معنا في المغرب. ولا شفتي مورايا راه كاينين الطابلوات كنيسه وكاين جامع، وهذا كيعبر على الحياه بان جوج العلامات كيعيشوا في بعض. انسان ليدونتيتي، تقدر تعيش في اي بلاد الا عندك ليدونتيتي ديالك وتكون مفتخر بها. وهو نعطيته العهد، واليوم انا مناضله، هو مناضل، وفيت العهد وواقفه هنا في الكاتدرا في هذا التكريم اللي جاوا منه من الناس داخل المغرب وخارج المغرب. وفي مقاربة رمزية للتفاعل الثقافي بين المغرب وهولندا، وعرفانا بالمساهمة الفنية القيمة العابرة للحدود للفنان عبد الله زكي، سيتم إطلاق اسمه على جسر في وسط مدينة أمستردام الهولندية. السيد عبد الله زكي كان فنانا متميزا، واستطاع أن يترك بصمته الفنية بهولندا، ولذا قررت مدينة أمستردام أن تطلق اسمه على أحد جسور المدينة كرمز للجسور الثقافية التي تربط المغرب بهولندا. التكريم الذي هم روح الفنان عرفانا بمجهوداته في الحفاظ على الهوية الثقافية المغربية ببلاد المهجر، يأتي في إطار الاهتمامات الجديدة لمجلس مدينة الدار البيضاء بالفن والفنانين والشأن الثقافي. اليوم جماعة الدار البيضاء لا تكرم فقط يعني عبد الله زكي، وإنما ستطلق منصة إلكترونية اللي غادي تكون إن شاء الله الرحمن الرحيم بوابة لحفظ الذاكرة ولتقديم هاد الرواد هادو والمنتوج ديالهم للأجيال الصاعدة. كيمكن تشوفوا الإبداعات ديالهم والثقافة هاد المنصة الإلكترونية اللي إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي تكون الخدمة ديالها متاحة لواحد مجموعة ديال الفنانين من أبناء مدينة الدار البيضاء. فضلا عن موهبته في التشكيل، عبد الله زكي كانت له مواهب متعددة في الشعر والعزف والتلحين والغناء، موروث ثقافي مهم تركه الراحل خلفه ليجعل مدينة الدار البيضاء تفتخر بإبداعات واحد من أبنائها. في المجال الرياضي، يوم تحسيسي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بالرباط، لقاء من تنظيم الجامعة الملكية المغربية للأشخاص في وضعية إعاقة بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حول الرياضات البارالمبية، قائمة بالعشي وياسر المعزي. في هذا اليوم التحسيسي اختلفت نظرة الرياضي في وضعية الإعاقة إلى نفسه. بعزيمة وإرادة قوية استطاع أن يكشف عن مواهبه وقدراته الذاتية في رياضة البوتشية الشبيهة برياضة الكرة الحديدية، تلعب جلوسنا بكرات مصنوعة من الجلد.
شكرا للجامعة الملكية وجمعية التحدي، ونحن مستمتعين جدا وحنا كنلعبوا البوتشيه. ولينا كنعرفوا راسنا بان عندنا احتياجات خاصه، يعني قادر على القدرات بزاف، يعني ماشي غير على الرياضه، على بزاف الحوايج. ومن هاد الرياضه تعلمنا بزاف الحوايج، تعلمنا اننا نعتمدوا على راسنا ونخرجوا بزاف الميادين بحال الرياضه، اي مدن كنمشيو ليها وكنمارسوا اي رياضه. هذا النشاط الرياضي شهد إقبالا هاما لمختلف الفئات العمرية، تابعوا ورشات تحت إشراف أطر متخصصة شملت كرة السلة، كرة المضرب جلوس، ومضمار الكرسي المتحرك، باش نشجعوا الاطفال اللي في وضعيات اعاقه على الممارسه الرياضيه كحق اللي تضمنه الدستور بطبيعه الحال، وكذلك لما لا انهم باش ان شاء الله ينخرطوا في انديه وجمعيات اللي تتوعنا بهذا الرياضه، ولما لا انهم مستقبلا يكونوا اللي يمثلوا المغرب في في التظاهرات الدوليه. وهذا الاحتفال تخصيصه للتحسيس باهميه الرياضه بالنسبه للاشخاص في وضعيات اعاقه. وبهذا المناسبة لابد أن أشير إلى الأهمية البالغة لكي يوليها صندوق الأمم المتحدة للسكان لهذه الفئة. في الختام تم توزيع الميداليات على كافة المشاركين في هذا اليوم التحسيسي لتحفيزهم على مواصلة ممارسة الرياضة. في الرياضة الدولية نتابع جانبا من الدوري السعودي لكرة القدم، واللقاء الذي جمع فريق الاتحاد أمام فريق الرائد برسم الجولة 18، وكانت نتيجته تفوق الاتحاد بثلاث أهداف مقابل هدف واحد لفريق الرائد. عبد الحق بهات. وصل فريق الاتحاد حصد النتائج السلبية لينهزم هنا بملعب الملك عبد العزيز الرياضي بمكة، ينهزم أمام فريق الرائد في لقاء قاده الحكم سامي الجريس الذي سيطرد عميد فريق الاتحاد مضلال عليان في الدقيقة 12 من اللقاء. وذلك بعد عرقلة من الخلف للاعب جولو تافاريس على مشارف مربع العمليات. فريق الرائد سيستغل إذن هذا النقص العددي ليحقق نتيجة إيجابية. نتيجة افتتحها اللاعب المغربي كريم بركاوي في الدقيقة 22 بعد تلقي كرة عرضية رائعة وضربة رأسية أروع للشباك. ثلاث دقائق من بعد فريق الاتحاد سيتمكن من تعديل الكفة وسط اللاعب البرازيلي رومارينو في الدقيقة 25 بعد تلقي تمريرة عميقة من مواطنه البرازيلي إيغور كورونادو. وبعد هجوم خاطف قاده اللاعب جولو تافاريس من الرأس الأخضر، يعود اللاعب كريم بركاوي ليوقع الهدف الثاني لفريق الرائد الدقيقة 72 من مجريات اللقاء. قبل أن يختم الحصة ودائما لفريق الرائد اللاعب محمد سالم الدوسري بهدف ثالث في الوقت الميت من اللقاء بعد نقله الكرة بطريقة ممتازة فوق الدفاع بما فيهم الحارس عبد الله المعيوف. فريق الرائد في الصف الثالث قبل الأخير، وفريق الاتحاد السادس في الترتيب، سيواجه يوم الثلاثاء القادم فريق النصر في لقاء مؤجل عن جولة 17 من الدوري السعودي لكرة القدم. ختام نشرة الظهيرة مشاهدينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. البلدان المشاركة في الاجتماع الوزاري للتنسيق بشأن المبادرة الدولية لجلالة الملكة الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي بمراكش تشيد بالمبادرة الدولية لجلالة الملك وتعرب عن امتنانها وانخراطها فيها مع التأكيد على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها. معرض الصناعة التقليدية بشفشاون محطة لدعم وتسويق منتجات الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية، محطة تفتح أمام العارضين فرصا أكبر لتسويق منتجاتهم في فترة تعرف إقبالا كبيرا من الزوار على المدينة بمناسبة اقتراب حلول السنة الميلادية الجديدة. والمهرجان الوطني للوتار بسطات تظاهرات فنية وتراثية تحتفي بآلة لوتار وأهميتها في المنجز الموسيقي المغربي، وضمن النشرة توقفنا عند ليلة السمفونيات كتأصيل لممارسة فنية تنهل من تراث المغرب المتعددة ألوانه الموسيقية. شكرا على حسن المتابعة مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء بإذن الله.